تشير إلى أن أمه وضعته في منطقة خلاء في ظل نخلة هزت جذعها فتساقط عليها الرطب الجني الناضج فأكلت منه وشربت من ماء أجراه الله لها في مكان لا ماء فيه. ثم تتابعت المعجزات التي رافقت حياة مريم وابنها عليهما السلام، فقد حملت وليدها الصغير وأتت به قومها وكانت مفاجأة مذهلة لهم، ورماها بعضهم ببهتان عظيم، لكنها لم تدافع عن نفسها بل أشارت إلى طفلها ليجيبهم عنها ويبرئ ساحتها مما اتهموها به. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، انت عملت مصيبة، عملت كارثة، عملت بلاء. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغي. أبوك ما كانش رجل بطال وأمك ما كانتش زانية. جبتيه منين؟ كما يصنع الناس الآن في حياتنا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قيل إن كان عمره أتاه 3 أيام. قيل هذا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي المصلى المرواني الواقع تحت بناء المسجد الأقصى الحالي، هناك مكان يعرف باسم محراب مريم ومهد عيسى، في إشارة إلى نشأة عيسى عليه السلام في هذه المنطقة بحسب بعض الروايات الإسلامية. سيدتنا مريم عليها السلام ترعرعت في ساحات المسجد الأقصى واتخذت من هذه الزاوية الجنوبية الشرقية مكانا للاعتكاف لها، وكانت تحضر عيسى عليه السلام يلعب ويمرح في جنبات هذا المسجد حتى سمي هذا المكان بمحراب ومهد عيسى عليه السلام. اتسمت حياة مريم وصغيرها بالملاحقة من جنود الملك هيرودس الذي أمر بقتل كل طفل في بيت لحم بأوامر من الرومان الذين كانوا يحتلون البلاد، ووشايات من بعض اليهود المتعاملين معهم، وتنقلت بالصبي في أماكن كثيرة. وتشير بعض الروايات إلى أن أمه هربت به من بطش هيرودس إلى مصر. وفي مدينة القاهرة هناك موقعان يقال إن لهما صلة بقدوم المسيح مع أمه إلى مصر، أولهما في منطقة المطرية شمال القاهرة، وهو شجرة استظلت تحتها السيدة مريم وابنها وتسمى شجرة مريم، وفي جوارها بئر ماء. زرت على بعد أمتار من الشجرة ومن المزار، ويبدو شاهد المزار أمامنا الآن. في الخلفية تبدو مئذنة مسجد كبير ومسجد عريق. في المنطقة هادئة اليوم، الزوار لم يأتوا بعد لأننا ربما في وقت مبكر. هذه هي الشجرة المقدسة التي وقف تحتها السيد المسيح والسيدة العذراء حين جاءوا إلى مصر أول مرة. هذه هي، وهنلاحظ أن في الفروع فروعها معمول لها سندات، هيئة الآثار عاملينها. هي شجرة قديمة قديمة جدا، بجوار منها شجرة جميز أظن، لكن يعني هذه الشجرة مختلفة. الشجرة القديمة هي تلك الفروع الجافة المحاطة دي، ربما يكون عمرها الآن أكثر من 20 قرن.
أما الموقع الثاني في مصر ذو الصلة بلجوء مريم وابنها المسيح إلى هنا، فهو في مصر القديمة جنوب القاهرة. هذه هي كنيسة أبي سرجة، واسمها المعروف باسم الشهيدين سرجيوس بواخس، بها مغارة العائلة المقدسة. المغارة جوه في هذه هي مغلقة الآن لأنها مش بتستعمل، لكن في هذه المغارة يمكن لو قدر لنا أن احنا ندخلها هنلاقي غرفة صغيرة جدا بالداخل. هذه الغرفة عاش فيها السيد المسيح والسيدة العذراء 6 شهور كاملة. العلماء بيتحدثوا كثيرا عن أن هذه الكنيسة كانت المرحلة الثانية أو المحطة الثانية للعائلة المقدسة في مصر، باعتبار أن المطرية وتحت شجرة المطرية كانت المحطة الأولى. وكان عيسى عليه السلام قد بلغ من العمر في هذه المرحلة 7 سنين حين عادت به أمه إلى فلسطين. وبالقرب من العاصمة السورية دمشق، وهناك بلدتان وهما معلولة وصيدنايا لهما صلة بسيرة عيسى عليه السلام، وما زال أهل هاتين البلدتين يتحدثون باللغة الآرامية التي كانت سائدة في عهد المسيح. ويقال إن المسيح وأمه وصلا في بعض مراحل الاضطهاد والمطاردة إلى هذه المنطقة، ثم عاد المسيح عليه السلام مع أمه إلى بيت المقدس، وهناك بدأ يحاجج علماء بني إسرائيل. ولا تحدثنا الروايات كثيرا عن تفاصيل هذه المرحلة. ولما بلغ المسيح عيسى عليه السلام من العمر 30 عاما، جاء إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام بالقرب من نهر الأردن. وبعد مقتل يحيى تلقى الوحي من الله ونزل عليه الإنجيل وأصبح رسولا إلى بني إسرائيل. ثم سار المسيح عليه السلام إلى بيت المقدس وبقية مناطق فلسطين يدعو إلى الله بدعوة الرسل في مجتمع كثر فيه اليهود الخارجون عن دين الله.